ايوه صحيح. هخليك تشرب شاي، ننتقل للجزء الثاني مع شهد العسل. شكرا يا هبويا، وشكرا لك مسلمة. سودان العز اكيد ما بنفرط فيه، واكيد هو باقي في قلوب المغتربين والقاعدين فيه برضه، واللي بيحبوا كل جزء من اجزائه، من عاداته، من تقاليده، من تراثه، من اي شيء متعلق به. في زاوية أخرى من صباحاتنا السودانية، سعيدة أنه بنرحب بضيف مميز معنا داخل الاستوديو، الأستاذ عادل إبراهيم. هو صحفي وناشط ثقافي، هنتكلم معاه الليلة عن مواكبة الإعلام للحراك الثقافي الشبابي. صباح الخير. صباح الخير جهد، سعيد الإطلال عبر فضائية السودانية 24، وأقتبس من محمود درويش مع تحوير بسيط: صباحك فاكهة الأغاني وهذا الصباح ذهب. مرحبا بكل المشاهدين معنا. يا سلام، شكرا جزيلا لك. بدأنا احنا اليوم نتكلم عن الإعلام بشكل عام ودوره في نشر الثقافة، ثقافتنا السودانية للآخر، سواء كان الآخر ده هو سوداني ولا كان من المحيط العربي أو الغربي بشكل عام، العالم ككل. عشان نتكلم عن 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 الحراك الثقافي ومواكبة الإعلام له، لازم أول حاجة نتكلم عن إمكانية الإعلام لدعم الحراك الثقافي. يعني هل يمكن أن يكون الإعلام جزء داعم للحراك الثقافي الشبابي بدلا من أن يكون ناقل لها؟ طيب، حقيقة هو في البداية عشان نحن نتكلم عن مساهمة الإعلام في دعم الحراك الشبابي، خلونا نعرف الإعلام ذاته. يعني إحنا حاليا في العصر اللي إحنا عايشينه في مستويين من الإعلام، في الإعلام بشكله التقليدي، إذاعة، تلفزيون، صحافة ورقية وخلافه، في الإعلام البديل زي ما إحنا شايفين بالانفجار التكنولوجي الكبير اللي هي السوشيال ميديا والألترناتيف ميديا. فدي المستويين قاعدات يكون متباينات في تعامله مع قضايا الشباب. حاجة تانية أساسية مفترض نعرفها في القضايا الثقافية اللي بتخص الشباب عموما وفي مستويين الإعلام ديل، المحررين الثقافيين والقائمين على أمر التغطيات والعمل الثقافي في المؤسسات الإعلامية، وتحديدا أنا حاول أركز على الصحف، هم أصلا في الأساس شركاء. يعني ليه؟ أنت لما تمشي الجريدة المحددة سواء كانت السوداني أو الصحافة أو غيره أو خلافه، تلقي أنه الزول المعني بالقسم الثقافي أو المحرر الثقافي هو بالضرورة وبالأساس هو مبدع، ودي الخصوصية بتاعت العمل الثقافي في السودان هنا وفي أغلبية الدول، اللي هو يكون صحفي أو تشكيلي أو ناقل أو تلقي شاعر. يس، عيسى الحلو، مأمون التليب، الصادق الرضيع، عثمان شنقر من السابقين، سامة سالم الله يرحمه، حسن موسى رحمة الله عليه والنور، عثمان أبكر. فدي دي الشخصيات اللي كانت بتملأ الهمدة. أرجع لسؤالك اللي قلتيه، طالما توفرت مسألة الشراكة دي بالضرورة أن إحنا بنفترض في الأساس إنه الحراك داعم، لكن لما نجي على الأرض ما نلقى إنه في معوقات. المعوقات دي مرتبطة بطبيعة المؤسسة الإعلامية ذاتها، التوجهات بتاعتها، سياسات التحريرية، قدرات الاقتصادية حتى، لأنه ليه لا تغطية النشاط الثقافي للأمانة. طالما أنت بتتكلم عن إنك شريك، بالضرورة بتتحمل جزء من مسؤولية الإنتاج بتاع العمل الثقافي ده، فده مرات ما قاعد يتوفر لكثير جدا جدا من الجرائد، وكثير جدا بيكون في مبادرات بتاع الدعم من محرر أو من مبدع في مؤسسة إعلامية أو كذا، بنلقى إنه الإمكانات المادية بتعيق، الإمكانات المادية الخاصة بالمؤسسة الإعلامية. طيب، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا هنا، اتكلمت عن إنه في معوقات بتلاقي الصحفيين، المؤسسات الإعلامية بمختلف مسمياتها. في حاجة برضو مهمة جدا جدا طالما إحنا بنتكلم عن الحراك الثقافي، في مشكلة بقت عندنا في إنه إحنا مثلا بيكون في قضية معينة الشباب مهمومين بها، بتكلموا عنها، بيحاولوا بقدر الإمكان إنهم هم يوصلوها من خلال الوسائط الإعلامية المختلفة، سواء كانت على زي ما قلت أنت السوشيال ميديا أو الصحافة المقروءة والمطبوعة أو من خلال الشاشات التلفزيونية أو من خلال الإذاعة. قدر شنو الحاجة دي ممكن تكون بجزئية تانية بتظلم ناس تانية
ناس برضو هم قاعدين يحاولوا في انهم يوصلوا فكره, وناس برضو بحاولوا انهم هم يقدموا حاجه, ولكن في جزئيه معينه نحن مثلا بننتبه لها, في جزئيه معينه نحن بناخذ بالنا منها او بنحاول نوصلها من خلال المؤسسات الاعلاميه, لكن في ناس برضو تاني مجتهدين في حاجات تانية ما قاعد تظهر للعالم, او الناس ما قاعد تشوفها, ما قاعدين يعرفوا انه في شباب قاعدين يعملوا في حاجه معينه هم بحاولوا يوصلوا بها ثقافه زي الحاجه الثانيه دي اللي احنا مثلا مركزين عليها. يعني ليه بنركز على حاجات وحاجات دائما بننساها؟ حقيقةً الجانب اللي ذكرتيه ده جانب مهم جداً جداً, وبرضه مرتبط بالجزء اللي أنا بديه وكلامي ده اللي هو الشخصية بتاعت المشرف على أمر الإدارة الثقافية في المؤسسة الإعلامية, وبالضرورة الخلفية بتاعته الإبداعية بتحكمه الليلة الملحق. يعني مثلاً أنا خلينا نتكلم بشكل تطبيقي, لو مسكنا مثلاً ملحق ثقافي ماسكو الصدر الرضي هتلاقي أوتوماتيكلي الملحق ده ميوله حتكون أدبية, حيكون ماشي اتجاه الشعر. لو لقيت ملحق تاني ماسكو أستاذ عيسى الحلو هتلاقي إنه حيكون ماشي اتجاه السرد الرواية وكذا. بتلاقي لو لقيت ملحق مثلا ماسكو عادل كرر أوتوماتيكلي حيكون ماشي على اتجاه الفنون البصرية وكذا. فده وأنا بفتكره ما معوق بقدر ما هو لو قدرنا نضمن إنه في منابر متعددة أنا بقدر أضمن شمولية التغطية دي. يعني في فترة من الفترات كان الحالة بتاعت الجرايد يعني في الفترة اللي انتقلت تحديدا من 2005 لحد 2011 كان في ازدهار شوية في الملاحق الصحفية. يعني من يوم السبت لحد الجمعة يوميا بيكون في ملحق صادر, السبت الأيام, الأحد جريدة الحياة, الاثنين الأضواء, الثلاثة الصحافة, الأربعاء الرأي العام, الخميس الوطن, الجمعة الملحق. يعني يوميا بيكون في باختلاف ميول الناس وتعدد مشاريعهم بيكون في شمولية في التغطية. لكن للأسف في جزء تاني برضو مضمر في سؤالك ده, في الصراعات بتاعت الأجيال. دائما الشباب بحماسهم وطاقتهم بيكونوا مندفعين وعندهم حاجات كثيرة جدا جدا دارين يقدموها, وبشكل جديد بذهن بتاع تجريب مفتوح من الجانب بيصطدم بالعقليات المحافظة. الصدام التاريخي الأبدي ده والمفارقة إنه نفس الناس اللي حاليا مسيطرين أو مؤثرين في مركز القرار الثقافي هم في فترة من الفترات هم برضو كانوا شباب. صح. يعني الموضوع كانوا بلاقوا نفس المشكلة. بلاقوا نفس المشكلة. فالأزمة دي مرحلة, وأزمة أفتكرها إنها واحدة من الأزمات التاريخية والخطيرة جدا جدا ومن معوقات العمل الصحفي, لأنها مرات بتؤدي المبدعين ما بطبيعتهم مرهفين. في مرات الناس عندها القدرة إنها تصادم ويكون عندها إصرار وتواصل, في ناس لا. بتصدم وبتجيف, وده فقدنا ناس كثيرة جدا جدا, فقدنا مبادرات كثيرة كان ممكن تفيد, ممكن كانت تقدم السودان, وكان ممكن تعمل اختراقات في حتات كبيرة جدا جدا. نقطة المبادرات دي نقطة مهمة جدا احنا لازم نتكلم عنها. في الفترة الفاتت الشباب بقى عندهم مجهودات كبيرة في تطوير الحراك الثقافي, بقى عندهم مبادرات وبقى عندهم منظمات, بقى عندهم جمعيات ورش بيعملوها, بقوا شباب واعي بحاولوا بقدر الإمكان يتكلموا عن ثقافة بلدهم, بيجوا بيحاولوا بقدر الإمكان بيوصلوا صوت ناس كثيرة وبيتكلموا عن قضاياهم ومجتمع كامل. أنا عايزة أتكلم عن النقطة دي من وجهة نظرك أنت الخاصة, الشباب وين الآن؟ يعني وصلوا لياتوا مرحلة وأنت شايف إنهم هم ماشيين كويس ولا لا؟ وهل فعلا هم قادرين إنهم هم في يوم من الأيام يبقوا هم أصحاب القرار ويبقوا هم عندهم أو مشاركين حتى في القرار في إنهم هم يوصلوا القضايا اللي بتهمهم واللي بتخصهم وبتهم ثقافة بلدنا؟ حقيقه بصراحه في الحته دي اشهد انا اقول لك حاجه واضح فيها جدا جدا, اتمنى انه اكون برضو جدا مشاهدين واضح. انا في الحته دي يعني منحاز تماما للشباب ومتفائل, وتفاؤلي ده ما بشكل مجاني. يعني لي كذا سنه قاعد في الحقل الثقافي ده في اكثر من وجهه, وارتبطت مع الشباب ده في تراكات كثيره جدا جدا. اقول ملاحظتين في الحته دي, قبل سنتين او ثلاث سنين كان في مبادره جميله جدا جدا اتكلمت عن انه المحتوى الموجود على الشبكه العنكبوتيه بتاعت الانترنت عن السودان محتوى سالب, كلها صور بتاعت كوارث حروب داتا. صح. عملوا مبادره انه يحسنوا الصوره بتاعت السودان. افتكر انه دي يعني عندها قيمه وطنيه. صح. عندها قيمه كبيره جدا جدا ان الشباب يكونوا منتبهين واعين للحاجه دي. انت قدر ما تدق على جوجل او على اي محرك بتاع بحث بتلقى صوره سلبيه, الناس اللي انتبهوا على دي بدوا يغزوا ويرفضوا عن طريق فيديوز, عن طريق فوتوغرافي, يعني مشوا فيه مشي شديد جدا. مبادره ثانيه زي مبادره محمد يحيى الحجاي ربنا يديه العافيه ويساعده, اللي هو بدا المشروع بتاع جمع الاحاجي الشفاهيه ودار يعمل لها يا سيدي. المبادره دي مشى لجهات كثيره جدا جدا عشان ترعاه, ولحد الليل يعني هو
مواصل في الحياة دي. أنا أفتكر إن دي من الحياة المهمة جدا جدا، لأنه آخر محاولة كده لجمع الحياة دي أو أنصع المحاولات كتاب الحي بتاع بروف عبد الله الطيب. لكن في فارق بين الأجيال، عشان أنا أقدم الأحاجة دي للأجيال الجديدة محتاج أقدمها عبر وسائط تشبههم، أقدمها لهم بلغتهم. فأفتكر دي هنا القوة بتاعت المشروع بتاع الحجة. وعلى ذلك جيسي في كمية من باقي المبادرات دي، سينما الأطفال، في مبادرات في مالي تعليم بلا حدود، المكتبات المدرسية، دي بتوريك إنه يعني في أمل طالما في شباب في السودان هنا، خدت السودان ده في قلبه، عنده القدرة على إنه يتواصل بالوسائل التكنولوجية الجديدة ويفهم لغة العصر ويعرف موقعه وين. حددنا موقعنا إنه إحنا قاعدين في الحتة السالبة، لكن دايرين نمشي نعمل بروجريس كويس، نسوق روحنا ونسوق بلدنا، نمشي بقى لقدام. أفتكر ده الشباب الواحد ممكن يطمئن تماماً على أقدار السودان في يده. طيب إحنا عملنا نزلنا هاشتاغ هسي في خلال فقرتنا دي على تويتر، سألنا سؤال: هل الإعلام يواكب الحراك الثقافي الشبابي؟ 24% منهم قالوا نعم، و76 قالوا لا. رأيك شنو النسبة دي؟ إلى حد ما أوافق عليها، لكن في برضو بكلام ده على مستوى الإعلام التقليدي، الشباب قادرين تماماً يسوقوا حياتنا عبر السوشيال ميديا. وأفتكر الليلة من الحياة ممتازة جدا جدا جدا، بنعرفه كلنا بحكم علاقتنا مع التكنولوجيا. الشباب ده حاليا الواحد فيهم الفرد عبارة عن وحدة بتاعت إنتاج كاملة، صح، بيكون شغال تصوير، شغال فيديو، يرفع صور، شغال إيديتينج، المونتاج ذاته في تلفونه، صح. حتى يعني لحد ما وصلنا آخر دورة من دورات التدريب اللغة مجلس الصحافة والمطبوعات بالتعاون مع السفارة البريطانية والبريتش كونسل، كان في الدورة الثالثة دي قدمت دورة كاملة متخصصة عن صحافة الموبايل، نعم، المويو موبايل جورناليزم. التجربة دي حتى ماشي وما شاء الله قدمنا فيها تجارب سمحة جدا جدا. احنا ذاته بعد ده، بعد فترة بسيطة كده كإعلاميين بنتكلم من خلال التلفزيون مثلا، ذاته حتبقى يعني قيمتنا حتقل، لأنه حسي حاليا التطور بقى ماشي في السوشيال ميديا، في اليوتيوب، في القنوات اللي بتتابع في الإنترنت. فإحنا ذات بعد ده نفتش لنا حاجة نسويها. طيب أنا بشكرك جزيلا، شكرا لوجودك معنا اليوم حديثا عن الموضوع ده. بتمنى إنه النسبة بتاعت 76 دي بعد نقول سنتين، والله أقل من كده، أقل من كده، 6 شهور يعني، 9 شهور، قولي 9 شهور. طيب نقول بعد 9 شهور، نقول بعد 9 شهور 76 دي تقل أكتر من كده، والناس تشوف لا إنه الإعلام قادر يوصل الحراك الثقافي بتاع الشباب، المؤسسات تقبل أفكار الشباب، تحاول بقدر الإمكان تتعاون معاها، عسى ولعل يعني يكون في ناس عندهم التفكير التقليدي، لكن في نفس الوقت شايفين إنه الشباب ديل برضو فيهم خير وفيهم أمل وممكن يقدموا حاجة للوطن السوداني بشكل عام. يا ريت يعني الشباب ديل يستفيدوا من أفكارهم في إنه يمشوا الرسالة الإعلامية المعينة على مستواها الإعلامي ومستوى التوعوي. وبالمناسبة واحدة من الحياة الأساسية اللي قاعدة تفوت على غالب المؤسسات الإعلامية في السودان، سواء كانت ميديا أو صحافة ورقية أو إذاعة، إنه الدور واحدة من الأدوار الأساسية المفروض يقوم بها الإعلام من الناحية النظرية والأكاديمية، ما بمجرد الإعلام والإخبار بس، في دورين أساسيات مهمات جدا جدا اللي هنا التثقيف والتعليم، وده نحن ما قاعدين نقوم به للأسف. لكن أنا أتمنى إنه نقدر من خلال مجهودات الشباب ومساهماتهم، والمساعدة والناس قادرة تموي الروحة، لأنه العامل الاقتصادي أساسا عامل مهم جدا جدا في استمرار مشاريع خلاقة زي دي. فأتمنى إنه المينتاليتي التقليدية دي شوية تقيل تتنحى لصالح الأجيال الجديدة إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك يا ستي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم من خلال صباحاتنا السودانية حديثا عن مواكبة الحراك الثقافي الشبابي والإعلام. بتمنى إنه الناس اللي تابعونا تكون يعني بمثابة توعية، خلينا نقول لكل الناس اللي بتابعنا في إنه الشباب ديل عندهم حاجات كثيرة جدا جدا قادرين إنهم يعملوها لوطننا ده، عشان كده بس حقه نديهم حبة مساحة. كده احنا لسه بنتواصل مع المشاهدين الأكارم في مساحات تانية، لكن بعد الفاصل.